تعال النهارده يا رفيق نشوف واحدة من أهم الرحلات في التاريخ. بص، زمان كده كان في نوع من الأدب اسمه أدب الرحالة. طبعا زي ما انت فاهم إن النوع ده انبثق من كتابات الناس اللي كانت بتسافر وبتتنقل من بلد للتانية، وكان المنفذ الوحيد زمان لأي حد إنه يعرف اللي خارج حدود المكان اللي عايش فيه هي النوعية دي من الكتابات. الكتابة كانت بتفتح خيال الواحد زمان، ويا سلام بقى لو بتتكلم عن رحلة لبلاد ما وراء المحيط. المهم إن في خضم الكتابات دي كان في نوعية متخصصة في الرحلات اللي تعتبر بتحاول تحل لغز شعوب مثلا محدش يعرف عنها حاجة، زي مثلا رحلة استكشاف مكان يأجوج ومأجوج اللي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده. يعني يا رفيق، الحكاية بتاعت النهاردة هي واحدة من الرحلات الغريبة جدا بس حقيقية. قبل ما نتكلم عنها ما تنساش تشترك في القناة ولايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. بص صحصح معايا وركز كويس جدا. رحالة اسمه أحمد بن فضلان في عصر الخلافة العباسية. الراجل عامة كان معروف بأنه رحالة، يعني مستكشف بيسافر لأماكن بعيدة وخطيرة وبعدين يكتب عن الرحلات دي. من ضمن رحلاته إنه راح بلاد شعوب الفايكنج وقابلهم وتعرف عليهم، وموضوع طويل كده. ولكن اللي يهمنا لما دخل بلاد اسمها بلغار. سبب الرحلة دي إن الخليفة العباسي المقتدر بالله وصلوا خطاب من حاكم صقلية بيسألوا فيها إنه يبعت له حد يعلمه أصول الدين الإسلامي ويبني هناك مسجد كمان، زائد بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين للشريعة الإسلامية. فعلى طول قرر الخليفة العباسي توكيل الرحالة أحمد بن فضلان بالمهمة دي. أحمد بن فضلان كان في السكة كده من ساعة ما طلع من بغداد، عنده معلومة غريبة جدا كان نفسه يتأكد منها، زي ما انت بعد ما تعرفها كده هتبقى نفسك تتأكد منها برضو. سمع ان في بلغار في راجل ضخم عظيم الخلقة، اضخم انسان على وجه الارض، ومحدش سمع ولا شاف حاجة اضخم منه. بص، في معلومة كده في النص. بيحكي احمد بن فضلان في حكاية رحلته الغريبة دي انه لما راح بلاد الفايكنج كان بيمشي وسط المحاربين بالخيل بتاعته وسط خيولهم، فأهلها كانوا بيتريقوا عليه ويقولوا له انت راكب كلب ده ولا حصان، لان يا رفيق الحصان عندهم كان يفصل 4 من اللي عندنا على حسب كلامه يعني، ودي معلومة خليها في ذهنك على جنب كده. الراجل اول ما دخل بالغار سأل الملك عن رجل عظيم الخلقة. الملك اجابه وقال له ايوه، لكنه مش من بلادنا ولا شكلنا، لكن الراجل ده الناس شافوه لما راحوا لنهر اسمه أثل، وده بحسب الكلام يعني نهر بيخرج من روسيا وبيصب في بحر الخزر، والنهر ده قريب من حيث الطبيعة والطول من نهر دجلة بالعراق. الناس راحوا المكان ده فشافوا راجل ضخم عظيم بيخرج من المية، شكله كأنه من قرية مجاورة أو منطقة قريبة. ثواني، حابب أقاطع حديث ملك بلغار مع أحمد بن فضلان عن التفصيلة دي واسأل سؤال، يعني إيه راجل شكله من مدينة قريبة أو شكله من مكان قريب؟ ممكن يكون بيتكلم لغة قريبة منهم بس مش شرط. طب لابس زيهم؟ برضو مش شرط. عن نفسي أنا مش عارف بصراحة، بس خلينا نكمل كلام الراجل ده لما نشوف قال إيه لأحمد بن فضلان. الملك كمل كلامه وقال الناس جت بلغتني بسرعة ان في راجل طفى على وش المية من نهر أثل، وان شكله من قبيلة قريبة، فروحت بنفسي معاهم عشان اتأكد، عشان اشوف مفاجأة ما صدقتهاش. وصلت عند النهر وواقفين كلنا، ولاقي راجل طوله تقريبا 12 ذراع وراسه اكبر من القدور اللي بيغلوا فيها المية دي، وأنفه نصف ذراع وعيونه كبار جدا،
وكل إصبع طوله أكتر من شبر. فبدأنا نكلمه، كل ما نكلمه ما يردش، فما كانش بيعمل حاجة غير إنه يبصلنا بعيون الكبار دول. فأخدته معايا للقصر هنا وكتبت لوارسو بسألهم عنه وهل شافوه قبل كده، بما إن مدينة وارسو قريبة من هنا ويعتبر أكبر مدينة حوالينا. فردوا قالوا كلام غريب جدا، قالوا هذا الرجل من يأجوج ومأجوج، إن البحر يحول بيننا وبينهم مسافة 3 شهور، عايشين على الشاطئ المقابل عراة، عايشين زي البهايم، كل يوم يخرج الله لهم سمكة ضخمة من البحر، فكل يوم يجوا واحد منهم يقطع منها بسكين قطعة تكفيه هو وأولاده لحد ما كلهم يستكفوا، فتقوم السمكة مقلوبة وتنزل البحر تاني، وهم كل يوم على كده بيننا وبينهم البحر ده، وبتحوطهم الجبال من كل حتة، ده غير السد اللي بناه القرنين وهو يحول بينهم وبين الباب اللي كانوا بيخرجوا منه، ولما ربك يريد هيفتح لهم السد ده والبحر ده هينضب وهينقطع عنهم السمك اللي بياكلوه كل يوم ومن كل حدب ينسلون. أحمد بن فضلان كان مندهش من الحكاية، فسأل في فضول كده الملك وقال له طب والراجل الضخم ده حصل فيه إيه؟ الملك رد وقال فضل هنا عايش وسطنا شوية، ما كانش بيبص لصبي من صبيان المدينة إلا ويموت، ولا سيدة حامل إلا وطرحت حملها، وكان بإمكانه لما يغضب يعصر إنسان بإيده لحد ما يموته، ولما شفت منه ده علقته على شجرة عالية لحد ما مات. الملك بص لأحمد بن فضلان وقال له لو عايز تشوف عظامه وبقاياه ممكن أخدك أوديك عند الشجرة. أحمد بن فضلان ما صدق وقال له يلا بينا، فمشي وراه لقى إن الملك داخل بيه على غابة ضخمة فيها أشجار عالية، لحد ما وصلوا عند شجرة معينة هي الأكبر في الغابة دي، لقوا الشجرة تحتها عظم وراس ضخمة جدا، راسه كانت شبه خلية النحل وضلوعه أكبر من شماريخ النخل، وبرضه عظام ساقيه وذراعه كانوا كبار جدا. أحمد بن فضلان اتفجع وفضل يقول الشهادتين وانصرف على الفور، بس كده تعال معايا تاني. بص هي الفكرة إن باطن القصة بيقول إن القوم دول يأجوج ومأجوج عايشين في مكان شكله عامل إزاي؟ يعني أنت دلوقتي وصلك إنه كان في حاجة زي باب هي بس المنفذ الوحيد لهم على العالم الخارجي، وذي القرنين قفلوا عليهم. لأ هنا بقى بيقولك الشكل كله إنه مكان مربع أو دائري أو مثلث، هو على العموم مكان محدود متحوط من كل الاتجاهات بجبال وفي آخره بحر. بص على الخريطة اللي قدامك دي هتلاقيني جايب لك خريطة مملكة الخزر وعمل لك علامة عند موقع النهر اللي لقوه عند أهل بالغار، من هناك عد مسافة 3 شهور مشي مثلا هتوصل للمكان اللي بيقولك عليه. بس يظل التساؤل، هل كلام أحمد بن فضلان كلام مصدق؟ لأنه واضح من كلامه عن الفايكنج مثلا إنه كان مولع بذكر إن في كيانات أضخم من اللي إحنا نعرفها، زي كلامه عن الأحصنة الضخمة وتشبيه حصانه نفسه بالكلب قدامهم مثلا. المهم لك أن تعلم معلومة جانبية كده، إن من شدة شهرة أحمد بن فضلان فتلاقي فيلم The 13th Warrior بتاع أنطونيو بانديراس كان فيه تجسيد لشخصية أحمد بن فضلان بذات نفسه على أساس إنه البطل، يعني محدش عنده معلومة صحيحة 100%، إنما اللي نقدر عليه إننا نستعرض المعلومات دي ونتعرف عليه قدر المستطاع. وعايزك تكون عارف إن أحمد بن فضلان كان من أشهر الرحالة وقتها بعيدا عن أي قصة أو شواهد. لو قرأت عنه قبل كده شاركنا في التعليقات وقول لنا إيه مدى صحة كلام أحمد بن فضلان عن اللي شافه في رحلته دي.